عم يتفرج عليهم. ايه محور الممانعة في لبنان يستخدم هذا السلاح لترهيب الفريق الآخر. أطلق صحافي مقرب من حزب الله قنبلة سياسية من العيار الثقيل متعلقة بوساطة لتيار المردة لإجراء اتفاق بين القوات اللبنانية وحزب الله. فما حقيقة هذه المعلومات؟ سرب رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية فادي بودية خلال مقابلة تلفزيونية معلومات خطيرة عن أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد حاول في السابق مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن يتوسط له لإجراء اتفاق بين القوات اللبنانية وحزب الله، والحزب قد رفض قائلاً هن معروف حجم وسعر. شو بالطريقة الموجود فيها في مكان آخر؟ المجزرة اللي صار بالطيوني كل الناس بتعرف أنه لا 15,000 تبع سمير جعجع ولا غيره. وللاستيضاح أكثر عن دقة هذه المعلومات ومن باب حق الرد، تواصلت الجديد مع رئيس جهاز الاتصال والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور، الذي اكتفى بالتأكيد أن كل ما قاله ويقوله الصحفي فادي بودية عن القوات اللبنانية كذب ونفاق وليس سوى تضليل للرأي العام. امبارح طلع السيد نصر الله امبارح من شهرين هيك عن 100,000 مسلح، امبارح طلع من جمعتين هيك عن تصنيع مسيرات، هيك طلع من قبل بجمعة هيك عن صواريخ نووية. ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتهم بها فادي بودية القوات اللبنانية بمحاولة إيجاد وساطة بينهم وبين حزب الله، حيث سبق وأكد الأخير في حديث عبر قناة الجديد أن سمير جعجع قد أرسل وفداً خاصاً لفتح قناة مع حزب الله وهو يعلم أنه تليفونه عم بدق كتير للحزب، مضيفاً أن الجواب كان لا لأن دم شهداء الطيوني لم يجف بعد. يعني الدكتور سمير جعجع ما عنده أي شيء لا بخطاباته ولا بكلماته ولا بمؤتمرات الصحفية إلا الهجوم على حزب الله سياسياً ومقاومة وكل شيء، ثم نراه يرسل موفداً خاصاً لفتح قناة اتصال مع حزب الله. ورداً على كلام بودية، غرد شارل جابور عبر تويتر كاتباً إنما تفوه به المدعو فادي بودية الجديد بأن الدكتور سمير جعجع قد أرسل وفداً خاصاً لفتح قناة مع حزب الله هو كذب وافتراء وتضليل، ليس غريباً عن الفريق الذي ينتمي إليه هذا الشخص. إنه مين كان عم يطلقه؟ هلا بتقلي إنه حزب الله ما بيعرف مين؟ وإنه حزب الله عم يطلقه بأدوات أخرى، يعني بهذا المحل إنه بيسموا لك إنه صواريخ مجهولة، إنه بفنصوا على الناس صواريخ مجهولة.